مرحبا. آلة الصراف الآلة أو الـ ATM بيوفر لزبائن البنك إنه يقوموا بمعاملات بأي وقت دون الحاجة لدخول البنك. ولكن كيف ظهرت آلة الـ ATM أول مرة؟ أنا رح أخبركن. البداية كانت مع المخترع لوثر جورج سميث جون عام 1939 بنيويورك، ولكن أزيلت الآلة بعد 6 أشهر من تركيبها، وذلك لعدم تقبل العملاء لفكرتها. وبعد أكثر من 25 سنة طرحت فكرة الآلة مرة ثانية، حيث قام توماس دولارو بطرح أول جهاز إلكتروني عام 1967 ب 27 يونيو من قبل بنك باركلي. ويعتبر جون شيفرد بارون هو أول من اخترع آلة الصراف الآلي لصالح هيدا البنك، أما السبب فبيعود لعدم استطاعته الحصول على النقود أيام السبت والأحد وحتى أيام الإجازات. فتبلورت فكرة جون تحت عنوان بنك مفتوح 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. توقع العديد فشل هذا الاختراع، لكنه يعد من أكثر الاختراعات انتشاراً وفائدة. وبالنهاية ما فينا غير نقول إنه الحاجة هي أم الاختراع. إلى اللقاء.